سياسية نحو نفق مظلم، أوساط سياسية تؤكد أن تمسك التيار بموقفه سيوصلنا إلى انسداد سياسي غير قابل للحل. تصويت على القانون بالمجمل. نعم، تصويت على القانون بالمجمل. نعم، تمت الموافقة. تمرير قانون الأمن الغذائي محاولة جدية أم مزايدة سياسية؟ فهل يرى النور أم الطعن به سيكون حاضرا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. تجمع الآراء السياسية أن الوضع السياسي في العراق يعاني من تعثر في مشيه، وهذا التعثر والعرج بسبب قلة الطرق المعبدة، حيث أن كل الأحزاب السياسية عندها برنامج خاص بها، مما يجعل المبدأ اللي تعمل عليه يتعارض مع مصالح الأحزاب الأخرى، ومن هنا يقع التعارض ولا سبيل إلى حل هذا التعارض على أساس قاعدة الجمع العراقي. ولا ريب أنه لو كان الأساس اللي تعمل على وفق الأحزاب السياسية هو مصلحة الدولة العراقية، لما كان هذا الانسداد أن يكون أو يكون خرائط العمل كلها تؤدي إلى الأهداف المنشودة ومصالح العباد والبلاد، تكون هي قبلة العاملين في إدارة الدولة. أما في الجانب الآخر، فقد صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، ليدخل عطلته التشريعية اللي راح تبقى لمدة 30 يوم. وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان صدر عقب التصويت، أن القانون يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة، والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية. مع كل ما سبق، هل هنالك توجه حقيقي لإنفاق هاي الأموال للمواطن ومصلحته؟ هذا السؤال يحتاج أجوبة صريحة. في نهاية الحلقة راح نوصل إلى خلاصة. إذن مشاهدينا الأحبة، في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بالبقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. السكون السياسي اللي عاشته العملية السياسية لمدة وجيزة سرعان ما تبدد بعد الخطاب الأخير للسيد الصدر. أزمة سياسية مستعصية ضعفت تمسك بالمواقف، فالمبادرات المطروحة لم تلقى نتائج إيجابية ولم تشق خيارات بديل عن خيار كسر العظم. نفتح وياكم مشاهدين الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. مرحلة تصعيد جديدة في المواقف بين الإطار الشيعي والتيار الصدري بعد خطاب السيد الصدر الذي هيأ فيه نواب الكتلة الصدرية للاستقالة. فمبادرات زرع أحمدة الالتقاء التي طرحت من الإطار الشيعي وبقية الأطراف السياسية لم تحقق أي مخرجات سياسية صريحة. فحكومة الأغلبية التي يسعى لها السيد الصدر توقفت عند حائط الإطار لمرات كثيرة، ومحاولة الجمع ترتبط بمدى الاستجابة لدعوات مغادرة الانغلاق. هذه المشتركات مهمة جدا وتحتاج إلى أن تفعل وتكون حاضرة في الخطاب السياسي والمفاوضات بين الأخوة السياسيين في حواراتهم من أجل تقريب وجهات النظر، وكذلك من أجل تشكيل الحكومة. ما دون ذلك تبقى هذه الكتل متباعدة وتبقى هذه الأزمة ويبقى هذا التشظي. لذلك نحتاج إلى أن يكون هنالك مشروع يقرب هذه الإرادات بالإضافة إلى الإرادة السياسية.
وعلى وقع العلاقة المتوترة بين الإطار الشيعي والتحالف الثلاثي، خيم الانغلاق السياسي سلبا على جملة مضامين تتعلق بالتوقيتات الدستورية واستكمال الاستحقاقات السياسية وثقة المواطن بالعملية السياسية. فهذه القطيعة قد طال أمدها ولا بد من محرك يجمع الأضداد. يفترض على الكتل السياسية أن تجد حلول سياسية مهمة وضرورية جدا لكي يصلوا إلى الحدود التي تسمح للتفاهم لبناء دولة، لبناء مؤسسة يعني سياسية متكاملة. وعليه هذا الانسداد السياسي ليس في صالح البلد وليس في صالح السياسيين أيضا، لأنه المواطن أصبح يتذمر. وأمام زخم المبادرات التي بدأت تسقط تلوا على صخرة الإصرار السياسي والتي ضيقت قطعا من قنوات التواصل بين القوى القابضة على المشهد، فالمواقف المتصلبة زادت من حدة التحذيرات بالذهاب نحو المجهول في ظل حالة التفكير داخل الصندوق. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ مهند العتابي الباحث بالشان السياسي. حياك الله استاذ مهند، ضيفي الكريم. وكذلك ارحب بالشيخ مزاحم الحويت، القيادي في تحالف انقاذ وطن، يحدثنا عبر سكايب من اربيل. حياك الله الشيخ مزاحم. ابدا مع حضرتك استاذ مهند. الاطار مصر على كون الحكومه توافقيه، يقول هي الحل الامثل للوضع الحالي، ولا يرى في الاغلبيه مصلحه وطنية. طيب اليوم السيد الصدر كان واضح في خطابه، لن يمضي بحكومة توافقية، مصر على حكومة الأغلبية. يعني أيضا دعا نوابه إلى تقديم استقالتهم في وقت سابق. كيف تنظر إلى هذه التداعيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي أستاذ أحمد، ضيفك الكريم، مشاهديكم الكرام، قناتكم الموقرة، وشكرا لهذه الاستضافة. يعني إحنا جايين نقول فد قضية معروف الطبقة السياسية لا تعيها، ما أعرف يعني هي حقيقية واقعية. يعني هو اليوم أكون انغلاق سياسي، وصلنا إلى نهايات المشهد، ما بعده ليس هناك نور، ليس هناك حتى بصيص للأمل. سبب هذه القضية أستاذ أحمد يعني هي اختلاف، أو عفوا مختلف، تقاطع رؤيتين، رؤية في الشمال ورؤية في الجنوب. الرؤية تقول لابد من حكومة أغلبية، ورؤية تقول لابد من حكومة توافقية. بس احنا لو نشوف يا أيهما ممكنة التطبيق، طبعا انت تقول أغلبية تحتاج إلى مقدمات. تدري اليوم احنا نتائج الانتخابات ونتائج الحراك السياسي لا يسمح بأغلبية. ليش؟ أول مرة عندك 170 حزب دخل انتخابات، هذا 170 اندمج، حاول ينصهر، ولدت منه 11 ائتلاف سياسي. الأغلبيات عادة ما ممكن أن تكون هناك تخمة من الأحزاب مع تخمة من الائتلافات. الأغلبية هو دخول 3 أحزاب 4 الانتخابات، يفوز منها حزبين 3، واحد يذهب للمعارضة، واحد يذهب للموالاة، وصاحب الموالاة له القدرة على أمضاء كل شيء. اليوم واقعا لا يمكن أن نذهب إلى أغلبية، ولو على فرض أنه صار أكو فد خلينا نسميها تلزيق للسالفة وصارت أغلبية، فستسقط الحكومة بست أشهر. إحنا أصحاب تجربة، اليوم إحنا مو حكماء، إحنا أصحاب تجربة بحكومة السيد عادل عبد المهدي وحكومة السيد الكاظمي.
ليش حكومة السيد عادل عبد المهدي شبيها سقطت؟ ليش حكومة السيد كاظمي؟ هاي نقطة جدا مهمة أثيرها من خلالك. تدري إحنا في ربيع، يفترض في ربيع الأداء الحكومي، إحنا شنو سبب تراجع الخدمة عندنا؟ أولا عندنا كان الضاغط الأمني، أربكنا إحنا من 2006 دخلنا في دوامة التفجيرات والطائفية والمفخخات إلى أنه سقط شيء كبير من العراق، وظلينا أموالنا 3 تريليون بالشهر تصرف لمن؟ للمنظومة الأمنية والعسكرية. 3 تريليون يعني نقول لك 3 تريليون يعني إحنا 33 أو 36 تريليون بالسنة وأكثر، وأكثر من ذلك. اليوم إحنا هذا الضاغط الأمني زال. اثنين عندنا تعافي اقتصادي. فبالنتيجة انت اليوم اذا اليوم المستثمر يجيك، الدول راغبة بيك، موقعك الجغرافي يعني اليوم احنا ممكن ان تأتي حكومة وفق برنامج واضح وتذهب، لكن هذه الفرصة جاءت تضيع الكتل السياسية حقيقة. لذلك على الكتل السياسية الاطار انا عجبتني تضيع الكتل السياسية، الكتل السياسية هي اللي تضيعها، هي هذا التناحر، كل على جبله ما ينزل ولا خطوة من جبله. طيب احنا اليوم واقعا الاغلبيه لا مكان لها، مع ضع لي بين قوسين الاغلبيه هي افضل شكل من اشكال الحكومات، لكن توفر لي مناخ الاغلبيه، وفر لي مقدمات الاغلبيه حتى تكون. لذلك اليوم التوافقيه، يعني حتى احنا نجيب الراس للراس على تعبيرنا، احنا نقول التوافقيه الان لا نذهب معها بعمق ولا نذهب مع الاغلبيه بعمق. اليوم ليجلس الجميع يتوافق لا أقله على شنو؟ على رسم السكة. ثم الركوب بالسكة خلي يصير أغلبية. تنتبه لي شلون أستاذ أحمد أقصد؟ طيب خلنا نتوافق على سكة الحكومة، ما هو البرنامج، ما هي المتطلبات المرحلة، طيب، ما هي مواصفات رئيس البلد، وثم بعد ذلك اللي يريد يذهب للأغلبية، يريد يذهب للتوافقية، للموالاة للحكومة. طيب، هذه هو سخيار أغلبية وتوافقية. أنتقل بهذا المفهوم لحضرتك شيخ مزاحم الحويت، لما يتحدث ضيف الكريم عن السداد السياسي وذهاب جهة نحو الأغلبية وجهة نحو التوافقية، الانسداد السياسي على أي حال لا زال قائم، الكتل باقية على مواقفها. كنا أيضا نأمل أن يكون هنالك انفراج سياسي خلال الأيام الماضية، بس المشكلة لحد الآن ما تحقق شيء على أرض الواقع رغم المبادرات. ليش؟ نعم، تحية لك أستاذ ولضيفك الكريم وأستاذ المشاهدين. طبعا اليوم يعني الانسداد السياسي وعدم تشكيل الحكومة وعدم التوافق على تشكيل حكومة أغلبية، يعني هذه كلها يعني تؤثر على الوضع في العراق، وتأثر على كثير من الأمور، وخاصة هذه الخلافات الأخيرة اللي بين التيار وبين الإطار. طبعا اليوم الكرد والعرب السنة هم ليسوا بالقضية الخلاف داخل البيت السني، البيت الشيعي عفوا، اليوم القضية هي داخل البيت الشيعي. لكن السيد الصدر، سماحة السيد مقتدى الصدر، عندما يطالب بتشكيل حكومة أغلبية هو هدفه لخدمة العراق، الوضع اللي عاشه الشعب العراقي منذ عام 2003، الحكومات اللي تشكلت جميعها حكومات توافقية لكن لم تخدم ولم تقدم شيء يعني بالمستوى المطلوب للشعب العراقي. الشعب العراقي عانى من الأوضاع، عانى من شوف حتى خاصة هاي السنة، يعني الكهرباء يعني ضعيف، المنتجات المشتقات النفطية أصبحت على أسعار عالية، سعر الدولار، الجفاف، يعني هذه كلها. يعني إحنا اليوم نريد إنه حكومة أغلبية تخدم الجميع، لكن متوفر البيئة للحكومة الأغلبية ليس على مستوى الكتل السياسي يا شيخ مزاحم، البيئة العراقية والتناحرات السياسية اللي أوضحها إذا تسمعني، يعني وتضحيات وحاربوا داعش، ويعني واضح يعني شيخ مزاحم إذا تسمعني، يعني سيد مولانا العتابي أوضح مقومات الحكومة الأغلبية هذا الإطار من التشكيل الحكومة، لكن إحنا نريد إنه الإطار والتيار يتوافقون بيناتهم. توافق الإطار والتيار، خلافات سياسية قائمة أستاذ مهند، بالتالي هل من الممكن بهذه البساطة يتوافق الإطار والتيار؟ يعني الأمور لما تذهب إلى الانسداد السياسي بهكذا حالة، الحلول اللي تطرح على طاولة الحوار
هل هي لغرض الاستهلاك المحلي مبادرات أكثر من مبادرة؟ أطراف أخرى نوهت أنه عندها مبادرات لكنه لحد الآن ما طرحتها، بالتالي يعني وين راح نوصل بهذه الانسدادات؟ أستاذ أحمد، إحنا حقيقة لا نشكك في نوايا الأغلبية أو من يدعي الأغلبية، لكن نقول نتكلم في إمكانية تحقيقها. طيب أنا اليوم من أقول الأغلبية، أقول الأغلبية لو وفرت لي مقدمات الأغلبية لا أقول لك الأغلبية أفضل. ليش الأغلبية أفضل؟ فيها تحمل للمسؤولية حتى نعرف القضية مضي عندنا. لكن أنا اليوم أتكلم بواقعية، اليوم أنا ما عندي مقدمات للأغلبية، هذا واحد. اثنين، هناك اختلاف جوهري في ماهية الكتلة الأكبر. تدري الأخوة المحترمون في التيار الصدري يريدون أن تكون الكتلة الأكبر هي كتلة الإنقاذ الوطني. هنا أنا سميت قلت لهم هذا انقلاب سياسي ما ممكن. قالوا لي شلون؟ قلت لهم مو إحنا أكو تباني وأكو دستور، الدستور يقول رئيس الوزراء من الكتلة الأكبر. الكتلة الأكبر وين جاي تنساق؟ إلى الكتل الشيعية. فلذلك الكتل الشيعية تبانت وأعطت فرصة للأخوة المحترمين السنة وسموا رئيس مجلس النواب بإرادتهم بدون تدخلنا أو إزعاج أو ما رمينا حتى الحجر في طريقهم. وكذلك الحال في حاضنة الأخوة المحترمين الأخوة الأكراد، أنه قلنا لهم يا بتجيبوا رئيس جمهورية وإن اختلفتم فتعالوا باثنين، بس بالنتيجة اثنين ولم نرمي حجر في طريقهم. لكن لما توصل القضية رئيس وزراء يفترض أن يكون شيعي، تصير لحاضنة مختلطة، يعني رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب من حاضنة سنية بحتة، رئيس الجمهورية حاضنة كردية بحتة، لكن أنت رئيس الوزراء تريده مختلط. هذا اختلافنا بالماهية. لذلك السيد الصدر مدعو ودعوة الإطار واضحة أنه إحنا ما عندنا بالإشكال، رشح اثنين ثلاثة وإحنا نختار هالمستوى هذا. رشح ثلاثة وإحنا نختار، لكن بل حتى الاسم المطروح الاسم المحترم سيد جعفر الصدر ما أشكلوا عليه، قالوا له إحنا من هو أو من هي الكتلة الأكبر؟ تعال خلينا نشكل كتلة أكبر إحنا الشيعة ونقول هذا. هل تعلم أنه أنت جزء من أطراف مهمة في الإطار التنسيقي قالت لن ندخل الحكومة؟ إحنا الآن نريد جهد نحدد مسار الحكومة، ثم من يريد أن يركب بقطار الحكومة أهلا وسهلا، واللي يريد يخرج ما يصعد نقول له هاي وسيلة نقل أخرى غير القطار الحكومي، تخرج المعارضة هذه أدواتك. هاي القصة يعني، وأعتقد هي مو معقدة وما بها هلقة تعقيد. والسيد الصدر اليوم طلب من الإطار 40-50 تعالوا معي، يعني يقول ليش 40-50؟ خلي الكل يأتي، وهذا الكل مشروط عليه شرط، أولا أن يحدد مسارات الحكومة شنو المطلوب من الحكومة. حتى نذهب إلى منجز، أنا أتكلم بمعلومة، نحن أمام منجز لا نتنافس بمن عليه، نتنافس يعني بالتنافس العكسي، خلنا نتنافس بإمضاء هذا المنجز. اليوم عندنا وفرة مالية، هذه الوفرة المالية واسأل أي خبير اقتصادي قادرة على إنعاش العراق بمشاريع استثمارية وتنموية كبيرة جدا، نقفز بها قفزة سريعة يعني يتحقق الحلم عندنا. لأن عندك فلوس، أنت تدري من يصير 90 مليار دولار فائض، يعني شنو من مشاريع تقدر تسوي؟ هذا الموضوع الاقتصادي في الملف الآخر، ولكن في عقدة الانسداد السياسي شيخ مزاحم لما نتحدث بأنه الكتلة الأكبر، يتحدث السيد مهند العتابي ماذا لو أصبحت الكتلة الأكبر هو في خانة الإطار التنسيقي؟ ماذا لو أصر الإطار التنسيقي على مبدأ الأغلبية؟ بالتالي الكتل الأخرى والتحالف الآخر ما راح يقول أنه هذا إقصاء للمكونات الأخرى، إقصاء لأطراف العملية السياسية، إقصاء لأطراف شيعية. بالتالي لما تتشكل كتلة أغلبية من وجهة نظر الإطار، طيب وهنا الإطار دي يدفع باتجاه التوافقية حتى يجمع كل الأطراف. نعم طبعا، هو شوف استاذ العزيز، هو الكتله الاكبر هو التيار الصدري، والاخوه في الاطار يعلمون جيدا انه التيار الصدري هو الكتله الاكبر. لكن احنا لا نريد انه يكون هناك خلاف داخل البيت الشيعي ويصيرون هم السبب مثل الكرد والسنه. احنا نريد اليوم توافق داخل البيت الشيعي لتشكيل حكومه اغلبيه. طبعا سماحة السيد الصدر اليوم عندما في مؤتمر صحفي يعني حول يعني دعا بكثير من الأمور ومن ضمنها انه الاستقالات
النواب. السيد الصدر يعني وصل إلى حدود باب مسدود يعني حول تشكيل الحكومة الأغلبية، وسماحة السيد هو يريد تشكيل الحكومة الأغلبية مثل ما تحدثت قبل شوية، يعني يريد إنقاذ العراق. أنا أقول لك إنقاذ العراق من الوضع اللي جعل يعيشه، من الأمور اللي جعل تصير. أنت تشوف الشعب اليوم من كل الجهات معرض، من كل الجهات معرض. يعني إذا ما حكومة قوية تكون على قد المقام الشعب العراقي وقادرة على التصدي وقادرة على نهوض العراق من الوضع اللي هو به، يعني إحنا نشوف إنه العراق يذهب إلى هاوية. لكن سماحة السيد الصدير والقيادات في تحالف إنقاذ وطن يعني كلهم يعني يدعمون الحوارات، يدعمون يعني التوقيات. لكن اليوم تحالف وطن هو تحالف إنقاذ وطن هو يتجه نحو تشكيل حكومة أغلبية، ولن يتجه إلى تشكيل حكومة توافقية، علما أنه قضية اختيار رئيس الوزراء هو من حصة الأخوة الشيعة. لكن الأخوة الشيعة هم لحد الآن لم يتفقوا. يعني شوف احنا كالسنة في التحالف السيادة اتفقنا على اختيار السيد الحلبوسي، وكان هناك خلاف بين الشيخ الخنجر والسيد الحلبوسي وقيادات سنية، لكن اتفقوا وتصالحوا وأنهوا الخلافات، وتم اختيار السيد الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان والشيخ خميس الخنجر رئيس التحالف السيادة. يعني احنا اليوم كمكون السني او المذهب السني اليوم احنا ما عندنا اي مشكلة اي خلاف مع كائن من يكون. اليوم احنا نريد الحوار، نريد تشكيل حكومة أغلبية مدعومة من كل الأطراف، والأخوة في الإطار هم لهم كل الاحترام والتقدير، وهم لهم فضل كبير يعني علينا في الغربية عندما شاركوا في المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي وقدموا الشهداء والتضحيات. خلي في هذه النقطة لما حضرتك تقول ما عندنا مشاكل بين الكتل السنية والكتل مع سماحة السيد الصدر، لأن الوضع اللي مقاعد السنية تريد أيضا الاشتراك في تشكيل الحكومة. يعني شيخ مزاحم لو سمحت لي، أستاذ مهند لما يتحدث الشيخ مزاحم عن أن الكتلة الصدرية هي الأكثر عددا، طيب في حال انفرط عقد التحالف الثلاثي خصوصا بعد ذهاب السيد الصدر لمدة شهر إلى خانة المعارضة، هل أن هذا التحالف مبني على الحلوة والمرة؟ إذا ذهب السيد الصدر للمعارضة تذهب الكتل السنية والكردية المنضوية تحت التحالف إلى خانة المعارضة، أم أن المصلحة الحزبية الأطراف الأخرى لا تقتضي إلا بمبدأ الحكومة وحكومة أغلبية كما يوضح السيد مزاحم؟ أنا حقيقة استغرب أنه يعني الشيخ مزاحم وغيره الكثيرون يقولون أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر. أنا ما يعني بأي معيار وأي مسطرة قستم القضية؟ ما هو أنت عندك الواجهة الشيعية السياسية بها ثلاث كتل، كتلة الإطار اليوم هي كتلة واحدة، والكتلة الصدرية المحترمة والأخوة المستقلون. الإطار اليوم عدد نوابه تجاوز 80، يراهق 90، يصل 100. هسه اعتبر لي 80، اعتبر لي 84. عدد جمهوره وأصواته تجاوزت 1,000,000، 1,300,000. عدد كيانات السياسية المنضوية، تدري أنا من أقول ائتلاف يعني هذا مجموعة أحزاب بالنتيجة تتعامل وياك ائتلاف. فما أعرف يعني الكتلة الأكبر ترى هي أوضح من الشمس في رابعة النهار، هي كتلة الإطار التنسيقي. هسه أنا ما أعرف ليش يعني مغادرة هذا. يعني هسه أنا أفتهم، هو يسمعني الشيخ الجديد، أقول له بأي مسطرة بأي معيار أنت تقول الكتلة الصدرية المحترمة هي الكتلة الأكبر؟ ما هو الإطار عدد ما قاعد أنا من أقول؟ هذا شيء واضح ما نختلف به. كتلة الإطار اليوم كتلة برلمانية، كتلة وفيها كيانات. هسه أنت تريد تقول لا مو دولة القانون هلقد حصلت، هذا التجزيء مو صحيح. أنا اليوم من أعاملك كما أسميك سيادة، عفوا ما أسميك عزم ولا أسميك تقدم، شو أسميك؟ سيادة، مو كتلة سيادة. لا ما ينبغي إلي كشريك سياسي أن أقزمك وأقول لك لا أنت 10 ب15، لا أعاملك أنت قد اليوم فأسميك السيادة وأعاملك بحجمك المؤتلف به. هسه أقول لك لا وكتلة التقدم فيها مستقلين وفيها ما ينبغي.
احنا التقزيم الاخر هذا مو صحيح، هذا اللي هو اللي يعقد اليوم. الكتلة الاكبر هي واضحة، كتلة الاطار التنسيقي، عدد نوابها اكثر، جمهورها اكثر، بل ان من المصلحة الذهاب مع الاطار. تدري الاطار اليوم الشيخ اعترف بجزئية مهمة، الاطار اجزاء من عنده ان لم تكن كل اجزائه، هي اليوم مضحية خدمة البلد في وضع سقطت يعني اراضي كثيرة. ما هي هذه الكتل لدى يعني كانت داعمة وجهدها الأمني إلك، فبالنتيجة أنت ليش تمنع هذا المضحي وهذا اللي إلى موقف من أن يشارك بالحكومة؟ نعم. يعني من له الغنم عليه الغرم، إحنا تريدونه بس غرامة ما تغنم، مو صحيح. اليوم هو المتواجد في العملية السياسية، شي يريد يقعد على مستوطة الاحتياط، لو يقعد متفرج، لو يقعد بس بالقنوات يسولف. لا أنت منطيني معارضة، ابتدأتم بالمعارضة أنتم بالمناسبة الأخوة، لا يزعلون من عندنا. كتلة الإنقاذ الوطني، تحالف الثلاثي، أول ما إجوا غلقوا باب المعارضة، حتى ما أنطوا مجال للمعارضة. عاد قل لي شلون أخذوا الرئاسات يعني ماكنة إدارة مجلس النواب من الرئيس والنائبين لهم اللجان إلك، أنت حتى المقابل ما تنطي، لا فتح الشهيدة للمعارضة ولا أنطيت حقه. يعني أنت غلقت باب المعارضة وتريد تغلق باب من؟ باب الاشتراك بالحكومة. يعني وين تروح هاي الكتل السياسية؟ يسمى معارضة، مو معارضة. طيب شيخ مزاحم، لما نتحدث عن التحالف الثلاثي في حال إصرار السيد الصدر على الذهاب إلى المعارضة، هل من الممكن أن تكون بقية الكتل وإن كان قد أحل أمرها أن تذهب إلى المعارضة شريكة في الثلاثي على الحلوة والمرة؟ نعم طبعا، اذا سمحت السيد الصدر ذهب الى المعارضه، التحالف الثلاثي سيذهب الى المعارضه، لان اليوم احنا حلفاء في كتله واحده، هو تحالف انقاذ وطن. يعني اليوم سمحت، هذه معلومه لو تحليل من حضرتك او من اي جهات اللي تعتقد راح تذهب، ايش ما يقول احنا ننفذ. يعني اليوم احنا شركاء بالوطن وشركاء في تشكيل التحالف الثلاثي، يأتمر يعني وينتهي بأوامر السيد مقتدى الصدر. إنه الإطار الكتلة الأكبر، أستاذ العزيز شوف، إحنا ما نتكلم عن تحالفات داخل كتل، إحنا نتكلم عن مقاعد. اليوم تجيب لأي كتلة بالإطار التنسيقي عندها عدد أكثر من المقاعد التيار الصدري. يعني احنا ليش انها صحيح التحالفات، احنا التحالفات ربما تكون هناك تحالفات 150 مقعد 200 مقعد، هذه تحالفات، لكن احنا نجي طيب على الكتله الاكبر. شيخ مزاحم، حتى اصل الى نتيجه من كلام حضرتك، الكتله الاكبر اذا تسمعني. نعم، بس هاي قضيه اوضحها حضرتك واوضحها سيد مولد العتابي، البرلمان من حصتها. شيخ مزاحم، يعني باجابه واضحه وصريحه حتى انهي هذا الملف لو سمحت لي. تسمع الشيخ مزاحم، الاخوه بالإطار لازم هم يستجيبون كلام السيد الصدر ويتحالفون معه لاختيار شخصية. وفقا لذلك شيخ مزاحم، إذا تسمعني، ما أدري الحكومة أغلبية. شيخ مزاحم تسمعني، قرار التحالف الثلاثي هل هو تشاوري أم مركزي؟ تأتمرون بأمر السيد مقتدى الصدر؟ نعم. قرار التحالف الثلاثي هل هو قرار تشاوري أم قرار مركزي؟ تقول نأتمر بأمر السيد الصدر. لا هو قرار قرار أخوة، قرار مركزي، قرار أخوة في الوطن، تحالف. يعني اليوم احنا ماكو فرق. يعني اليوم سماحة السيد الصدر او السيد الحلبوسي، قصدي الشيخ حميس الخنجر لان هو رئيس تحالف السيادة، الرئيس مسعود برزان، هما هذه الشخصيات الثلاثة إضافة إلى المستقلين. يعني هما كلهم من الكلمة لهم جميعا. يعني إذا سمحت السيد الصدر ذهب إلى المعارضة، ستذهب الأطراف الأخرى إلى المعارضة حسب وجهة نظرك. أنا أشكرك شكرا جزيلا الشيخ مزاحم الحويت، إنقاذ وطن. إنقاذ وطن حدثنا عبر سكاب من أربيل، شكرا جزيلا انضمامك معنا، وتفضل البقاء معي أستاذ مهند العتابي كي نتابع بعد الفاصل. مشاهدي الأحبة، القانون بالمجمل. نعم، تصويت على القانون بالمجمل. نعم، تمت الموافقة.
تمرير قانون الأمن الغذائي محاولة جدية أم مزايدة سياسية؟ فهل يرى النور أم الطعن سيكون حاضرا؟ حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. مراقبين للشأن السياسي في العراق يشوفون أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي اللي صوت عليه في البرلمان يوم أمس راح يواجه طعن أمام المحكمة الاتحادية اللي راح تقول كلمتها إزاء هذا القانون، والقانون وجد من أجل الاستحواذ على فائض عائدات النفط من قبل بعض الجهات كما يعبر عنه مراقبين بحسب قولهم. ملفنا الثاني راح نناقش هذا الموضوع بكل تداعياته، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. بعد موجة رفض شعبية، قانون الأمن الغذائي يعود مجددا إلى طاولة البرلمان في جلسته يوم أمس للتصويت عليه. فعلى الرغم من اتساع دائرة الرافضين للقانون سياسيا، إلا أن مجلس النواب يصر على تمريره، فانقسمت الآراء بين قبول القانون أو التعديل على فقراته، من بينهم الإطار الشيعي الذي راح متجها إلى تعديل وإضافة بعض الفقرات التي تصب لمصلحة المواطن في حال صعب رفضه في البرلمان. تصويت على القانون بالمجمل. نعم، تصويت على القانون بالمجمل. نعم، تمت الموافقة. فمجلس النواب يتمسك بمشروع الأمن الطارئ للغذاء حتى وبعدما أثيرت حوله الشبهات من هدر للمال العام والتقسيم غير المنصف بين المحافظات الجنوبية والشمالية، بالوقت الذي وضع الإطار الشيعي لمساته على تعديل بعض ثغرات القانون لعدم استغلال بعض الفئات بتمرير هذا المشروع، إذ أدخل تغيرات تخص البطاقة التموينية مع اشتراط تحديد كميات المبالغ المصروفة، وجعل نصيبا منه للمستحقين وغيرها. نؤكد على ضرورة الاهتمام بمعالجة بمطالب الشعب والعمل على تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم، مشددين على أهمية أن يكون تشريع القوانين لا يتعارض مع الدستور والقانون. وحول قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كنا داعمين وصوتنا للفقرات التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والإداريين والحرفيين والأجراء وجميع العقود وحملة الشهادات العليا وتعويضات ومستحقات الفلاحين ودعم الفقراء ذوي الدخل المحدود، كما وتم تخصيص أموال لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية وقطاع الكهرباء، شريطة حفظ المال العام من الهدر والفساد. بينما يرى خبراء اقتصاد أن هذا القانون أولى بوابة شرعنة الفساد، فمسودة هذا المشروع تحمل بين طياتها نوايا سرقة كثيرة تحت ذريعة معونة الطبقة الفقيرة أو بعض الشرائح من المحاضرين والعقود، ثم توفير السيولة المالية، بيد أن المعترضين اصطفوا لمنع هذا المشروع الذي أسموه بصفقات الفساد، والبعض راح يعدل على فقراته. وبين هذين الجانبين، مشروع الأمن الغذائي يراه مراقبون في القانون أنه لا أصل لتشريعه دستورياً في ظل حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما يبطل إقراره ويمنع المضي لتمريره. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجدداً حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بحضرتك مجدداً أستاذ مهند العتابي الباحث في الشأن السياسي، وأرحب بضيفي الكريم الدكتور علي جبار المختص بإدارة الأزمات الاقتصادية، انضم معي عبر سكايب. حياك الله دكتور. أبدأ مع حضرتك أستاذ مهند، يعني إقليم كردستان راح يكون مشمول بالفقرة 20 واللي تتضمن تنمية الإقليم أسوة ببقية المحافظات، رغم أنه نسبته من أصل الموازنة ما أخذها، و هذا الموضوع لربما راح يحقق له مكاسب إضافية بجانب حصة الإقليم الموازنة الاتحادية وعائدات النفط. حياك الله أستاذ أحمد. يعني هو إحنا نسأل سؤال بديهي وبسيط مو معقد،
نسأل المشرع ونسأل الحكومة التي ستنفذ إن نفذت باعتباره يعني محط إشكال ما زال. هذه الأموال التي ستحدد 25 تريليون من أين ستأخذوها؟ راح تأخذونها منين؟ من أين ستأخذوا أموال قانون الأمن الغذائي؟ راح يقولون من فائض موجود عندنا وين؟ في خزينة الحكومة. طيب. هذا الفائض تحقق من العراق من بصرتنا لكردستان من الجنوب إلى لو هذا الفائض كان فائض نفطي في عمق الجنوب. اليوم إحنا ما سيتم تخصيصه من أموال هو من فائض نفط الجنوب. أما كردستان الأخوة الأحباء عندهم نفط لا وصلتنا فلوسه لا مردودات مالية وبفائض ظل وين في كردستان. يعني أنت هسه ما أعرف هذا التقسيم اليوم ما أعرف شلون جاي يتم. يعني هسه إحنا عندنا يعني هو رمح مثلاً وتأخذ من كل واحد رمحة مو هسه ما يصير أنت يعني فائض نفط الجنوب تجي أنت زاد عدي يعني إحنا عندنا 10,000 أجي أنا قسمنا 7,000 للوسط والجنوب و3,000 لمن لكردستان هاي القسمة الأولية راح نشتغلن السبعة صارا زادت عندنا طيب. هنا فلوس تجي تأخذ هذا القسمة. أنا حقيقة أريد أطرح في الأمر مهم تفضل. قانون الأمن الغذائي الذي أقر فيه مشكلتان مشكلة في الشكل ومشكلة في المضمون هذا ركزنا عليه. في الشكل الأخوة هذا بمخالفة دستورية واضحة وأكو فد نقطة ونكتة ذكرتها المحكمة الاتحادية يكون ينتبهوا لها. هسه راح أذكر المحكمة المصر. لا زالت موجودة ممكن هسه لا حتى تفسيرها سابق طيب. ثم وضع على مسار جدري نروح للمضمون للمضمون أن المضمون هذا فيه جنبات استثمارية وتنموية يعني أكو شغلات شنو في القانون جديدة تبي لي بس رك ثبت لي أكو في القانون أمور مو إكمال أمور جديدة. المحكمة الاتحادية قالت حكومة تصريف الأعمال شنو شغلها قالت يواصل تصريف اقتصاد الحكومة تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات روح قرر وإجراءات روح اجري التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العام استمرار ركزوا يعني بانتظام وديمومة نبشر الجهاز استمرار تقديم الاستمرار شعني يعني عندي شيء أرد أكمله نعم ماكو استحداث ماكو استحداث فهذه طيب. المادة هذا تفسير طيب. المحكمة هذه إثارة مهمة جدا أستاذ مهند خلينا نأخذ رأي المختص بإدارة الأزمات الاقتصادية دكتور علي جبار حياك الله دكتور زمان عندنا وما استضافيناك وما مشرفنا دكتور علي فريجي تذكر الفقرة رقم 16 أنه تختص نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان الموجود فيها تلك المنافذ على أن تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظات أو إعمار المنافذ الحدودية في كل محافظة. طيب هل هذا تشريع قانون للفساد بحسب وجهة نظرك فضلا عما يكسبه الإقليم من مورد إضافي أو ضحاه الأستاذ مهند العتابي بالنتيجة أنه نعطي حصة فوق حصته ويعني قانون الأمن الغذائي هل أنه كان منصف وما بيثغر لحد هذه اللحظة؟ يعني بدأ القانون يحمل هذا الطارئ وغذائي يعني هذا النوع من التجارة الاقتصادية حقيقة كل التفاصيل إذا قرأناها مو فقط المادة 16 هي لا تنتمي أو لا نجد فيها صلة مع هذا العنوان نهائيا. فبمعنى أنه عنوان مشروع القرار والديباجة الختامية تختلف عن فحوى ما موجود. الآن نرجع إلى مسألة كيفية التوزيع ومنظمة المادة رقم 16 بدءا أنه هناك خلل أساسا في أن يكون هذا القانون وتفاصيله بني على أساس وهذا باعتراف اللجنة المالية البرلمانية أنه بني على أساس عملية إرضاء كافة الكتل والأحزاب المشكلة للبرلمان حتى ما حد يعترض عليه. هذا نص تصريح بمعنى أنه بني هذا القانون على أساس ترضية وليس على بناء أساس حاجة اقتصادية أو استراتيجية ممكن يحتاجها البلد طيب. بحالة طارئة أو غيرها. فبالتالي كل ما ممكن نضمنه وإذا دخلنا بتفاصيله نجد أنه عملية ترضية سياسية لأطراف العملية السياسية ليس إلا. فإذا دخلنا الآن بالمادة اللي ذكرت جنابك فيها عملية ترضية سياسية البقرات الأخرى أيضا عملية ترضية سياسية
لأنه إذا رجعنا أساس الموضوع يتكلم عن مسألتين أو 3 مسائل عفوا، دعم الطارئ بمعنى أنه نحتاج قانون طوارئ في مرحلة أزمات، هذا الجانب الآخر، دعم الأمن الغذائي، والمسألة الثالثة اللي هي التنمية. نأخذ المسألة الأولى اللي هي دعم الطوارئ، فإذا هناك خلل كبير جدا في نظام إدارة الدولة أساسا أنه بدأ نلجأ إلى منظومة طوارئ ونحسب حسابات الأزمات، هذا الجانب. الجانب الثاني، الأمن الغذائي لا يحتاج إلى قانون، لأنه هناك من جسد الحكومة التنفيذية مؤسسات اللي هي وزارة التجارة ووزارة الزراعة وزارة الري وزارة الصناعة، مهامها الأساسية في قوانين تأمين الأمن الغذائي للدولة العراقية، وممكن نقرأها بتحديث وزارة التجارة بقانونها المادة رقم 2 تتكلم عن أنه وزارة التجارة واحدة من أهم مهامها أنه ترسم وتؤمن السياسة الغذائية، ويكون هناك ضمان لمسألة أنه خزين استراتيجي، وهذا الأمر ينجر على بمعنى أنه مهام بقية الوزارات. دكتور علي، طيب اسمح لي أن أرحب بالسيد النائب أحمد الموسوي، من فضلك قاطعك، عضو تحالف الفتح ينضم معي عبر الهاتف، حياك الله سيادة النائب. أستاذ أحمد، يعني هل المؤشرات الواقعية تشير بشكل كبير بأن حالة الانسداد السياسي راح تكون حاضرة في المشهد السياسي، راح يطول أمد تشكيل الحكومة، بالتالي ما عندنا إقرار موازنة، وهذا الموضوع أريد حضرتك توضح لي إياه، بأنه إقليم كردستان ما راح يخضع لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بتصدير النفط والمتعلق بقانون إلزام الإقليم بقانون النفط والغاز، بالتالي نتحدث عن المصالح في عدم وجود موازنة وإقرار قانون الأمن الغذائي. الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولي قناتكم الكريمة. طبعا إذا نتحدث عن القانون الذي أقر يوم أمس في البرلمان العراقي، في النسخة الأولى كان القانون فيه كثير من الشبهات وكثير من أبواب الصرف التي لم تكن واضحة ولم يعلم بها أحد. فعندما دخل الإطار على الخط في هذه الفترة السابقة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم إمكانية الحكومة من تقديم مشاريع القوانين المشاريع، تدخل الإطار بشكل كبير. يعني استطعنا من خلال المفاوضات والضغط من تقليل ما خصص لوزارة التجارة من 8 تريليون ونصف إلى 5 تريليون، وكذلك أضيفت مادة المحاضرين والمفسوخة عقودهم وتخصيصات لوزارة الزراعة، ووضعنا شرط من شروط تنفيذ هذا القانون بأن يكون وفق الدستور وينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية. فأي بند من هذا القانون يخالف قرارات المحكمة الاتحادية سوف يكون ليس له أي قيمة قانونية. كل هذه الأمور استطعنا من خلال ضغطنا على قوة التحالف الثلاثي بأن يكون القانون بهذا الشكل، بتخفيف أضرار هذا القانون لكي يشمل طبقات المجتمع الفقيرة وهذه الجماهير التي خرجت في تظاهرات تطالب بذلك. هذا الأمر الأول ما يخص قانون الدعم. طيب، أكيد قضية قرار المحكمة والنفط والغاز وقانون النفط والغاز وتطبيقه من قبل كردستان لو سمحت سيادة النائب. القرار المحكمة بخصوص إقليم كردستان أكيد قرار ملزم، ولا يمكن لإقليم كردستان أن يستمر بهذا الأمر. مو إذا قال أما تشكيل الحكومة يعني، وأكو قانون الأمن الغذائي، ما راح يستفاد الإقليم على حساب المركز؟ يعني البنود واضحه في جداول الصرف، الاقليم سيستفاد من قضيه البطاقه التموينيه باعتبار شعب كردستان هو جزء من الشعب العراقي، وقضيه الفلاحين في اقليم كردستان فقط، اما اي موارد اخرى لا تذهب الى اقليم كردستان، لان هذه الاموال اصر الاطار التنسيقي بانها خاصه بمحافظات الوسط والجنوب، لذلك لا يمكن ان تشمل بقضيه تنميه الاقاليم وغيرها. هذا الامر واضح. موضوع الموازنة، أكيدا الموازنة هي التي ستحل أكثر من مشكلة في البلاد، واقتصر هذا القانون على بعض الشرائح. موضوع قرارات المحكمة الاتحادية، أكيدا الإقليم منذ سقوط النظام إلى اليوم كثير من المخالفات التي أجرى هذه تحتاج إلى حقيقة إرادة حقيقية من قبل الأحزاب السياسية اليوم الموجودة في العملية السياسية أن تكون داعمة لقرارات المحكمة الاتحادية وتقوي قرارات المحكمة الاتحادية بحيث تجبر إقليم كردستان على احترام هذه القرارات، لكن وفق هذا الانقسام السياسي الكبير. طيب، الإقليم يستغل هذا الانقسام، كلما كان هنالك
مشاكل وانقسام بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أكيد يستغل الإقليم هذا الأمر ويستطيع من خلاله عدم احترام القرارات التي أصدرت المحكمة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب أحمد الموسى وعضو تحالف الفتح، حدثنا عبر الهاتف أستاذ مهند، نتحدث عن البيانات اللي صدرت من قوى الإطار التنسيقي بعد تمرير القانون بأنه نوافق ولكن مع إجراء بعض التعديلات، هل هي لدفع الحرج اللي وقعوا فيه أم أن لم يصوتوا على القانون فالقبول مشروط بضرورة بعض التعديلات؟ يعني يسأل صاحب البيان أفضل. أنا أختلف مع وجهة النظر هذه. شنو وجهة نظرك؟ أقول أولا يعني إحنا لا نذهب إلى صياغة قانون بدون ما نعرف قرارات المحكمة التحدي، غير أعرف أنه هذا يخالف لو ما يخالف، فأنا أصيغ قانون إن وافق يعني كلامي راح يكون ملغي، يعني أنا أصيغ قانون إن وافقت المحكمة الاتحادية فوافقت، شنو ليش أرمي الكرة على المحكمة الاتحادية؟ ما هي المحكمة الاتحادية اليوم كافيها بيها، فبالنتيجة أنا بالترض أعرف قرارات المحكمة الاتحادية. فهذه يعني أنا أقول يعني صدرت بيانات كثيرة يسأل عنها أصحاب البيان نفسه. إحنا اليوم قلنا القانون مخالف للدستور حقيقة، يعني واضح هو مخالفة للدستور، ومفردة واحدة نطيتك إياها أنا هسه. المحكمة الاتحادية لديها تفسيرات معلومة، أنا مو أظن المحكمة الاتحادية إيش راح تفسرها، أنا أعرف المحكمة الاتحادية فسرت وقالت الحكومة تصريف الأعمال معنية فيما يستمر، واضح أنا قالت اثنين وفيما يستمر في حلت بين هلالين وكررتها مرتين، يا هي محكمة اتحادية قالت فيما يخص شنو خدمات الشعب، قلنا لها المحكمة الاتحادية كأنما اكو سؤال، قالت ونعني بخدمات الشعب، أي نصا قالت الغذاء والدواء والكهرباء وما يؤمن ذلك، يعني شنو ما يؤمن ذلك؟ الكهرباء تحتاج إلى تأمين الأبراج، قالت هذا يدخل. فالمحكمة الاتحادية واضح تفسيرها، بقى أنا أجي أقول أسوي مشاريع استثمارية وتنموية، هذا جديد، هذا الجديد يتعارض مع شنو؟ مع المستمر. فبالنتيجة أنا أعرف، لذلك إحنا كنا صريحين قلنا هذا أولا سكته جدلية، وبالنتيجة جدلية ومجدلية جدل، والناس بالمناسبة أستاذ أحمد لها سدايخة، يعني مثلا المحاضرين أنا أتواصل وياه طيب في المقطع نزلت قلت لهم أخوان إحنا نريدكم تركبون السكة الصحيحة، خلوا المحاضرين والعقود على سكة ما راح توصلهن للتعيين، تم تخصيص تريليون، هذا التريليون أنا أسأل المشرع هذا التريليون وزارة المالية راح تمشي أو لا؟ أولا عفوا أستاذ أحمد، التريليون هذا لما شاء الله من التعيين، لو خاف 3 شهر 4 أو 6 يخلص التريليون وبعدين لربما تكون استمارات عاطفية للمحاضرين المجانين، ولكن الإصرار على تسميته بالطارئ دكتور علي هل هو كي يخضع لضوابط قانون الموازنة وأصول الصرف والتدقيق، بالتالي قد تكون الرقابة بيد اللجنة المالية، أيضا هنالك توجه برلماني باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال حكومة تصريف أعمال يومية، توجه برلماني لتشكيل لجنة لمراقبة أبواب الصرف في هذا القانون، كيف تنظر إلى إنفاذه؟ هناك مادة 4 و5 في نفس القانون أنه تتيح لوزير الوزارة المالية أنه ممكن التصرف بعملية الصرف بعيد عن بعض القوانين لإدارة الدولة المالية، هذا بحد ذاته يعني محط لغط كبير جدا، وترك واحدة من الفقرات أنه مسألة مبلغ كبير جدا تحت تصرف وزارة المالية أنه ممكن للطوارئ، وأيضا بعنوان مبهم أيضا كانت حالة يعني هذه قال كبير آخر هذا الموضوع. فبمعنى إحنا أمام نوع من يعني التخبط السياسي اللي ألقى فد مشكلة كبيرة جدا على الأداء الإداري للدولة العراقية، وأربكنا بهذه المرحلة. يعني كان الأجدر بدل هذا القانون المربك والمتخبط خلط الأوراق، كان ممكن يكون هنا مسألة جدا أسهل لو تكلمنا عن الحالة الطارئة اللي أزمة ممكن يمر بها العراق، رغم أنه هناك فشل، بمعنى هذا القانون بالمناسبة هو عبارة عن شهادة فشل لكل الوزارات والمؤسسات الدولة العراقية منذ عام 2005 لحد الآن، أنه فشلت أنه ممكن تكون بعملها أو بدائها أنه تأمن الأمن الغذائي لعدة أشهر، هذه مشكلة بحد ذاتها. فلو كنا نريد أنه نستجيب لهذه الأزمة كان ممكن تكون بعض القرارات المنفصلة وتحدد ماهية الصرف، بمعنى أنه مثلا نتكلم عن خزين غذائي كان المفروض يكون هناك مشروع قرار يخص هذه المسألة يقدم إلى البرلمان
فيما يخص هذا الموضوع، وبالتالي ممكن يتم مناقشة على الأساس وضمن المعطيات ووضع آلية مراقبة تختلف عن الأداء الاعتيادي والمراقبة الاعتيادية في كيفية صرف هذه المبالغ. وناهيك يعني نفس الأسلوب ممكن يروح على أي فقرة ثانية، لكن خلط الأوراق بهذا العنوان الكبير يعني والمخيف، وحتى يعني فرض فد مسألة أنه كأنه ربطوا هذا الموضوع، إذا نسمع كل التصريحات ما سبقته ربطوا هذا القانون وإقراره أنه الشعب العراقي راح يموت من الجوع والكتلة الحر لأنه ما راح يكون كهرباء ومواد غذائية. إذا ما أقرر هذا الموضوع فأصبحت ضغط شعبي وسياسي حقيقة لعبة أنا أسميها محاولة الالتفاف على مقدرات الدولة. دكتور اسمح لي نرجع إلى ما طرحه السيد مهند العتابي بأنه المحكمة ما راح تمشي هذا القانون، وأيضا في هذا الجانب يعني استبنا يعني آراء المتابعين لموقع قناة الأيام الفضائية وسألناهم هل تعتقد أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان أمس سيواجه طعنا أمام المحكمة الاتحادية؟ 77% قالوا نعم، و20% قالوا كلا، و3% تحفظوا على الإجابة. الدكتور علي جبار المتخصص بإدارة الأزمات الاقتصادية حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لحضرتك. والأستاذ مهند العتابي البحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات، أوضحت لنا الكثير، وشكري موصول لكم مشاهدي الحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.